سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وكرم سيادته عدد من أسر الشهداء، ودعا إلى إنتاج أعمال درامية للشخصيات اللي لعبت دور بطولي في جهاز الشرطة علشان تعريف الناس بهذه النماذج الوطنية المشرفة. سيادة الرئيس أيضا قال في كلمته خلال هذه الاحتفالية أن عيد الشرطة هو عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري، وأن الجهود والتضحيات اللي بتقدمها الشرطة بتسهم في بناء الوطن وفي حماية أمن كل مواطن مصري. السيدات والسادة، إن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحياتهم، وإنما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم 25 يناير، معلنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها. شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنواناً على قدرة المصري على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد، كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح، واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم، تزودنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الدهر وتقلباته. فخلال السنوات الأخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر، وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لوجدنا أن قليلاً من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة، ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام. كمان سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الدعاوى المضللة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، وقال سيادته أن البعض بيردد بأن الأزمة الموجودة بسبب المشروعات القومية، لكن الواقع غير كده، وضرب مثال بقناة السويس واللي كان إيرادتها 4.5 مليار دولار، وبعد إنشاء قناة السويس الجديدة وصلت الإيرادات ل 8 مليار دولار. ودعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتردد من دعاوى مضللة تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة والمشاريع القومية والتنموية التي تمت. وفي هذا الصدد توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها علينا جميعا، فهل توجد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة في العالم أم لا؟ وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدماً على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة الكساد الكبير والحربين العالميتين أم لا؟ ألم ينتج عن تلك التداعيات ما يعرف دولياً الآن بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة؟ أليس من المنطقي والطبيعي بل والمحتوم أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة ونحن جزء من الاقتصاد العالمي وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟ واسمحوا لي أن أنا قبل ما استكمل الفقرة دي أن أنا أتوقف أمام بند واحد أنا قلته أو بندين وأتحدث فيه باختصار، يعني هتكلم على ما يتردد من ان الازمه اللي احنا موجودين فيها هي ازمه بسبب المشروعات القوميه، وهسال بالاضافه للاسئله اللي انا طرحتها العامه او الرئيسيه ديت، يا ترى هل كان ممكن قناه السويس اللي كان دخلها اربعه وفي احسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهارده بعد تقريبا 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل ل 8 مليار دولار؟ هل كان ممكن ان احنا نتجاوز
وما نطورش القناة دي عشان تجابه التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده، وما نستفدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي، واللي احنا متصورين عندما عملت الدراسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 و 12 مليار دولار سنوي. هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة في ساعتها يعتبر رقم كبير؟ طيب كمان نقطة أخرى في المشاريع القومية، هل كان يمكن الأزمة أو أزمة الكهرباء والطاقة اللي كانت موجودة وكلنا كنا شايفينها بس مش عايزين ننساها؟ عايز أقول لكم النهاردة إذا كنا بنتكلم على الأقل 1.5 تريليون جنيه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز، هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر؟ وعايز أقول إن في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول يعني إحنا زدنا 14 مليون، وفي العشر سنين من 2011 للنهاردة زدنا يجي 20 مليون. هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي إحنا بنستهدفها؟ كان ممكن يحصل ده؟ أنا بتكلم في أسئلة واضحة جدا لينا كلنا، أسئلة محتاجين إن إحنا نتوقف منها، لأن في محاولات دايما لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص. أنا عندي ثقة في الناس وعندي ثقة في الشعب المصري إن هو فاهم ده وشايفه، بس أنا بأكد عليه. طيب حاجة تانية زي مثلا مشروعات الخاصة بال الشبكة القومية للطرق والنقل، هل كان النهاردة ممكن المواني المصرية يكون لها دور في التجارة العالمية وإحنا في منطقة في منتهى الأهمية بتمر منها قناة السويس وبيمر منها 17-18% من التجارة العالمية؟ سيادة الرئيس أعلن أيضا امبارح أنه سيكون هناك احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب بنسبة اقتربت من 100%. وقال سيادته أن مفيش أرض في مصر حد ياخدها أو يسيطر عليها. إحنا يعني على بالي كده كل لقاء بالي 3-4 مرات أتكلم على أن إحنا موضوع الإرهاب الحمد لله إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا أن إحنا نخلصه. وفي احتفالية إحنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة طيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زي ما هي ورفع زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها. محدش يقدر، محدش يقدر. طب طب التمن كان كبير طبعا، مش فلوس مش اموال، لا ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى لهم ان هم ان احنا يعني ربنا يجمعنا بيهم بسلام وامان في يوم عظيم في يوم القيامه. بقول ده دفع تمن من شعب مصر كله. صباح عليكم مرة تانية، وعايزين نقول إن امبارح أيضا كان في أخبار وأحداث تانية كتيرة، كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه مشروعات قطاع الكهرباء. في
في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد الرئيس على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية اللي بتوليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ودعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. تناول الاتصال استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة واللي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم. وتقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2022 واللي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه عدد من ملفات قطاع الكهرباء. وأكد مدبولي حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاع حيوي بيرتبط بمختلف مسارات التنمية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي. وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وده في أقرب وقت ممكن. كمان أثنى مدبولي على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات الجمهورية وفيها أخبار وموضوعات مهمة حصلت امبارح في المحافظات، منها تقديم 2746 مشروع تنموي وقروض حسنة للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الغربية، وتنفيذ 98% من أعمال تأهيل وتبطين الترع في الصالحية بالشرقية، وأخبار تانية كتير نعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي قدمت فيها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 2746 مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي للأسر الأكثر احتياجاً بمراكز ومدن المحافظة، وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الدقهلية وافق مجلس جامعة المنصورة على بدء تنفيذ العمل بالعيادات الخارجية فترة مسائية وتقديم الخدمات المتكاملة في مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة اعتباراً من أول فبراير اللي جاي. في أسيوط تم إطلاق الصالون الثقافي الأول لمكتبة مصر العامة بالمحافظة ضمن الفعاليات والأنشطة اللي بتنظمها المكتبة لرفع قدرات الشباب بالمراحل العمرية المختلفة وإكسابهم مهارات وخبرات كتير. في بني سويف تم تنظيم قافلة طبية بقرية نصر جمعة مركز سماستا مكونة من 9 عيادات متخصصة، وتم الكشف على 1224 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الوادي الجديد تم إطلاق حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الدخل العام اللي هتستمر لحد يوم 26 يناير الجاري من خلال وحدة الكشف المتنقل المجهزة بجهاز الماموجراف، وده ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. في البحيرة بيتم تنفيذ الحملة القومية للتحصين بلقاحي الجلد العقدي وجدري الأنغام، وقامت مديرية الطب البيطري بتحصين 19791 رأس ماشية من خلال فرق التحصين، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال أول وتاني أيام الحملة 39066 رأس داخل جميع مدن وقرى البحيرة. في الشرقية تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 1.5 كيلومتر بترعة أيسر المناجاة من إجمالي طول 2.950 كيلومتر، وده لخدمة زمام 700 فدان بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه، وبكده تكون نسبة التنفيذ الكلية لأعمال التأهيل والتبطين للترع بزمام هندسة ري الصالحية بلغت 98%. في المنوفية بلغ إجمالي عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة 174 ألف مواطن على مستوى المحافظة خلال العام الماضي.